بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يبين الشيخ رحمه الله احتيالات المحتالين والكذابين والدجالين، فيقول عن الضرب بالرمل والحصى ونحو ذلك: إنهم يطلبون علم الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بها، سواء كانت قداحا أو حصى، فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله، فهو من هذا الجنس، أي من جنس الاستقسام بالأزلام، بخلاف الفعل الشرعي، وهو الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخرج متوكلا على الله فيسمع الكلمة الطيبة، وكان يعجبه الفعل ويكره الطيرة، لأن الفعل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه، والطيرة معارضة لذلك، فيكره للإنسان أن يتطير، وإنما تضر الطيرة من تطير لأنه أضر بنفسه، فأما المتوكل على الله فلا. وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات، وإنما الغرض أنهم يعتمدون فيها كذبا كثيرا من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة، كما يتعمد خلق كثير الكذب في الرؤيا التي منها الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وكما كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء 100 كذبة ثم تلقيها إلى الكهان. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال: قلت: ومعنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فإذا كان ما هو جزء من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير، فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية مثل أهل الاتحاد، فإن ابن عربي في كتاب عن قاء مغرب وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة عامتها كذب، وكذلك ابن سبعين، كذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من اليهود، ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة. وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة، وخاطبت في ذلك طوائف منهم، وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى، وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء، وطلبت مباهلة بعضهم، لأن ذلك كان متعلقا بوصول الدين، فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي ينزل، وأن معنى ذلك نزول روحانية المسيح عليه السلام، وأن أمه اسمها مريم، وأنه يقوم بجميع الملل الثلاث، وأنه يظهر مظهرا أكمل من مظهر محمد وغيره من المرسلين. ثم من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية المخالفين للسنة والجماعة، يحتج كل منهم بما يقع له من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معناه، وكلما وجد أثرا فيه إجمال نزله على رأيه، فيحتج بعضهم بالمكذوب، مثل المكذوب المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي
ومثل ما يرونه من سر المعراج، وما يرونه من أهل الصفة من أن أهل الصفة سمعوا المناجات من حيث لا يشعر الرسول. فلما نزل الرسول أخبروه فقال: من أين سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمع الخطاب. قال الشيخ: حتى إني لما بينت لطائفة تمشخوا وصاروا قدوة للناس أن هذا كذب ما خلقه الله قط. قلت: ويبين ذلك لك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين، والصفة إنما كانت بالمدينة، فمن أين كان بمكة أهل صفة؟ وأما المجملات فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم، كقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت، وكفرك بها تكذيبك بها. وهذه الآثار حق، لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث على ما يدعيه هو من الأسرار والحقائق التي إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق. حتى إن أبا حامد الغزالي في منهاج القاصدين تمثل بما يروى عن علي بن الحسين أنه قال: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن السنة والجماعة، وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم، فآمنوا بمجملها ومتشابهها، وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدور الملة، ولم يتجرأوا عليها برد وتكذيب مع ظهور الباطل فيها تارة وخفائه أخرى. فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها، هذا لا ينازع فيه مؤمن. ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان، وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداءا به. وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه، وفقها فيه وفهما يؤتيه الله إياه في معانيه، وإيمانا وتصديقا وطاعة وانقيادا واقتداءا واتباعا مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم. فإنهم أسد الناس نظرا وقياسا ورأيا، وأصدق الناس رؤيا وكشفا. أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم، وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع، وأن الذي عندهم هو الحق المبين، وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه. وهذا باب يطول شرحه، فإن النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا يحصله إلا ذو الجلال. والأقوال إخبارات وإنشاءات كالأمر والنهي، فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله، خبره أصدق الخبر، وبيانه أوضح البيان، وأمره أحكم الأمر. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وكل من اتبع كلاما أو حديثا مما يقال إنه يلهمه صاحبه ويوحى إليه، أو أنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن، فهو من أعظم الظالمين ظلما. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.